باش يصوت في الجميع العام، يحضر ويصوت. اما بالنسبه للحضور فاحنا كنقولوا اللاعبين السابقين كلهم مرحبا بكم، ما كاين فرق حتى شي واحد، انما الفرق هو بين القانون، خاصه نطبقوا القانون. فمره اخرى كنشكر الاخوان الحضور على تلبيه الدعوه. اولا كنشكركم على تلبيه الرغبه ديالنا، والحضور ديالكم يعني كيزيدنا واحد القوه باش نزيدو يعني نكتفوا الجهود. بالنسبه لليوم، اليوم فهو غادي يدخل في تاريخ جمعيه اللاعبين السابقين. علاش غادي يدخل في التاريخ؟ لقباش لاول مره في تاريخ الجمعيه كان يعني كان نفتحوا الانخراط وكنديروا بطائق انخراط، وكما يعني كينص على القانون، فاللي ماشي منخرط راه ما عندوش حق باش يصوت. ما غنقولش باش ما يحضرش الجمع العام ولا شي حاجه، فجميع اللاعبين السابقين مرحبا بهم، ولكن باش يكون عنده حق في التصويت لابد خاصو يكون منخرط. هذه من جهه، وبغينا باش الاخوان اللاعبين السابقين يعرفوا شنو هما المراحل اللي دزنا بها من دابا بعد ما الجمع العام تاسس، يعني اسسنا المكتب وضعنا يعني اللائحه ديال المكتب لدى السلطات، وخدينا يعني الرخصه النهائيه، ومن بعد فتحنا حساب في البنك، ومن بعد فتحنا الانخراط، ومن بعد الانخراط اليوم احنا جينا هنا باش نفرقوا البطائق ديال يعني المنخرطين. يعني كاين دور مهم ديال الجمعيه. بحال عندنا مازال البرنامج، يعني هذه غير بدايه، مازال هذه بدايه ان شاء الله، والبرنامج غيكون ان شاء الله حافل فيه يعني مسائل اللي هي كتعلق بالثقافه، برحلات، الى استثنيت انا بعد في هذه المده لعبنا تقريبا ثلاثه المباريات او اربعه في الملعب ديال الرحال، وحنا دابا ان شاء الله مقبلين باش ان شاء الله نحاولوا نشاركوا يعني باش شي دوري يكون بطبيعه الحال خارج ارض الوطن. وعندنا اتصالات مع الاخوان ديالنا اللي كاينين بعض اللاعبين السابقين بحال حسن صرهوني اللي هو في واشنطن، وعندنا سي شيشه رابح محمد المعروف شيشه اللي في سويسرا. فهاد الاخوان عندنا اتصال معاهم، ولا سي صفاري ولا عز الدين، هادو كاع ثلاثه في سويسرا. غادي نحاولوا ان شاء الله باش نحاولوا نديروا شي مباراه يعني محبيه تكون تما في يعني في الديار السويسريه او في واشنطن، ولا هنايا ان شاء الله في المركب الحاج محمد بن جلون هنا بمدينه الدار البيضاء. استاذ صابر، باش نختموا الكلمه ديالك لجميع اللاعبين القدامى. كنبغي نقول جميع اللاعبين القدامى احنا رحنا عائله واحده، راه كيما احب من احب وكاره من كاره، راه حنا عائله وحده، وراه ما يمكنش انا نفوت شي لعاب وما يمكنش اللعاب يفوت صابر، راه حنا يد وحده. فلذا يعني كنبغي نطمئن الاخوان بان لا خوف على الوداد مهما ولادها موجودين، وديما ديما ديما وداد. كاع الوداديين جميعا ولاد الاصول مؤصلين وما تخافوش عليهم. احنا مع الوداد حتى يدينا الله، وتبارك الله عليكم وشكرا.